هي الأستاذ موسى بودهان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر. مساء الخير، مرحبا. مساء الخير أستاذ. وكذلك الأستاذ عيسى بن عجون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر. أهلا. شكرا على الاستضافة. العفو. إذن البرلمان يشرع في مناقشة قانوني الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. الأستاذ موسى بودهان، في كلمة أولية، رأيك فيما حمله المشروعين يعني، والتفاصيل أصبحت واضحة لدى كل الشعب الجزائري. نعم، بداية أشكرك الأستاذ هارون على الاستضافة وعلى الدعوة للاستضافة، وتحية لك وللأستاذ بالعجون ولكافة المشاهدين عفوا داخل التراب الوطني وخارجه. صحيح، الآن في الحقيقة نحن في سباق زمن، نحن نسير الآن بسرعة قصوى للذهاب، يعني لما نتم هذه العملية ويكتمل المسار التشريعي لهذين النصين بعد المصادقة، ونتوقع أن تكون هذه المصادقة على أقصى تقدير يوم السبت، لأنه على ما عرفنا أن مجلس الأمة سيجتمع ربما يوم الجمعة لتلقي النص المصادق عليه من أو النصين عفوا النصين المصادق عليه بمعنى في إسراع تسريع لهذه الإجراءات. لابد أن يكون ذلك، لأنه الهيئة الناخبة كما استمع الجميع لسيد رئيس الأركان الوطني قائد الأركان الوطني قائد الأركان الجيش الوطني الشعبي اقترح موعد أو يوم 15 سبتمبر كيوم لإعلان أو لاستدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي يصدره رئيس الدولة. قلت حتى يعني نهيئ كل الأجواء ونستكمل كل المسائل المتعلقة ب رئيس البرلمان الشنيقة. استعجلنا في هذه الإجراءات للمشاركة في إخراج الجزائر من أزمتها، يعني المصلحة العامة استوجبت ذلك، وكان لابد من إسراع وكان لابد من وشيء عادي. حتى إخواننا زملائنا في المشهد الوطني وفي مجلس الأمة نعتقد أنهم لن يثقلوا هذه العملية تاع مثلا إدخال التعديلات وما إلى ذلك، سوف يتفهمون الوضع، خاصة مع النص لأول مرة يأتي من هيئة الوساطة والحوار، تضم في تشكيلتها وفي تركيبة المشاريع خيرة أبناء هذا الوطن، أساتذة جامعيين، خبراء في مختلف التخصصات، رؤساء تنظيمات وجمعيات تاع المجتمع المدني، إلى جانب الاستشارات التي قامت بها مع الأحزاب. لحظة برك أستاذ هارون، فقلت زبدة يعني زبدة المشاورات اللي تمت بين هؤلاء أفضت إلى اقتراح هذين النصين القانونيين، متعلق الأول متعلق بالسلطة العليا للانتخابات، والثاني خاص يعني بالنتيجة يعني يترتب على التعديل على السن القانون الأول، وهو تعديل القانون العضوي 16-12، وكل ذلك كما قلنا لتحضير الأجواء باش نمشي للانتخابات. الآن ننتظر المصادقة باستعجال على هذين النصين القانونيين من طرف البرلمان بغرفته، وننتظر كذلك نتوقع أن تكون أن يكون استدعاء هيئة الناخبين في أسرع وقت مثل ما هو مقترح في 15 سبتمبر، وبعد ذلك نذهب إلى الانتخابات إن شاء الله، وفي ظل أجواء مريحة، ظل أجواء ملؤها التفاؤل، ملؤها الطمأنينة، وإن شاء الله تكون إجراءات أخرى كاستقالة الحكومة جيد. مثلا إما إلى ذلك. بالحديث عن الاستعجال أستاذ موسى أو عيسى بن عجون، الاستعجال في هذه الإجراءات للمشاركة كما قال سيشنين في إخراج الجزائر من الأزمة، تعتقد لأنه يجب المرور أو يجب المرور بسرعة القصوى نحو تمرير هذا التعديلات، أم أنه يجب دراستها بدأني وفيه تعديلات أخرى؟ فيه في الحقيقة أنا كما قلت سبق، قبل ما ندخل نشكركم على الاستضافة، ونشكر كذلك يعني أنه يرافقني ونرافقوا مع بعضنا مع الأستاذ الناشط الحقوقي والإعلامي وفي المجتمع المدني الأستاذ موسى بودهان. يعني في الحقيقة ما فيش أنا شخصيا ربما ندير تعقيب على قضية مصطلح التسريع أو السرعة. أنا أعتبر أن القضية هو ضبط روزنامة وطنية سياسية لتتعلق بفترة وطنية يعني استثنائية تتعلق بالتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية، لانه فيه يعني لاحظت في بعض الزملاء والاخوه يعني في البلاطوات يقولوا فيه سرعه في تسرع، لا ما فيه لا سرعه ولا فيه تسرع، وانما فيه ضبط للامور الوطنيه السياسيه من ناحيه تشريعيه، من ناحيه تنظيميه، من ناحيه حتى السياسيه، وحتى من ناحيه يعني الفتره السياسيه اللي نعيشوها.
لكن لما الأمور أخذت يعني لكن لما يقول الأستاذ موسى بودهان مجلس أمة سيعقد ممكن أن يعقد بالجمعة يوم الجمعة عادي لأنه فيه تسريع للعملية عادي لأنه حتى في الدستور الدستور اللي في 2016 اللي كان أدخل تعديلات على الحياة النيابية واعتبر أنه العهدة يعني النيابية سواء في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بفترة واحدة يعني ليست يعني كسابقا كان هناك يعني فترة خليفية وربيعية أو ما يسمى بذلك. الآن عندنا يعني فترة نيابة واحدة يعني من سبتمبر إلى غاية جوامع يعني في حدود 10 أشهر. وفي القانون العضوي حتى النظام الداخلي للهيئتين لم يستثني أيام الجمعة من العمل لأنه باعتبار أن النائب يتناول كل القضايا الوطنية لما تكون هناك حاجة وطنية ماسة لمراجعة ومناقشة مثل هذه القوانين. إذن القوانين اليوم أنا تبعت مباشرة تدخل السيد معالي وزير الشؤون وزير العدل حافظ الأختام السيد زغماطي ويعني أمام النواب البرلمان وأكيد أنه يعني صراحة حتى يعني في خلاصة اللي أعطاها للقانون سواء القانون العضوي الخاص بالانتخابات يعني تنظيم انتخابات أو القانون العضوي المتمثل في إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات يعني تقريبا كان ملخص شافي كافي. وأعتقد أنه من أحسن القوانين العضوية التي رأيناها يعني لحد الآن يعني لتقريب يكفي للبرلمان في مدة يومين يوم الأربعاء اللي فيه اليوم اللي رانا فيه وغدا الخميس يعني غدوة ممكن يكتمل الإشغال. طبعا كي يكتمل الإشغال معروف أنه العمل النيابي يمر مباشرة من المجلس الشعبي الوطني إلى غاية الغرفة المجلس الأمة لي يعني ملاحظة إذا كانت هناك إشكاليات تتعارض مع الدستور وما شابه ذلك يعني يقدر يعني يقوم بالتقويم. أكيد على لأنه عدد حتى النواب المجلس الأمة عددهم ضعيف ويعني ضئيل وقليل بالنسبة لعدد نواب البرلمان يكفيهم يوم واحد للمناقشة. وأكيد أنه يوم الجمعة سنشهد مصادقة الغرفتين على القانونين بالإضافة عندكم الأستاذ القانوني الأستاذ بودان بعد ممكن يشيلها أنه بعد مصادقة الغرفتين يأتي تصديق رئيس الدولة لأنه رئيس الدولة بودان يصدق على القوانين حتى تذهب إلى الجريدة الرسمية لتنشر في الجريدة الرسمية اللي ممكن بعد هذا هو الطريق القانوني الأستاذ موسى بودان هذا هو الطريق القانوني. نعم معي طبعا الأستاذ عيسى بن عقون ومشكور قد يعني شرح وفصل في كل هذه المسائل لكن أضيف مسألة بسيطة فقط ولا أعلق على الأستاذ طبعا أن هذا أن هذين النصين القانونيين قلت بأن خيرة رجال القانون كانوا قد اجتمعوا أعتقد السبت الماضي قبل أسبوع وقد ناقشوا هذين النصين يعني شكل ومضمون ويعني وأدقلوا عليهم ما يجب أن دققوا في بارك الله فيك. فإذا يجب أن نثق في أساتذتنا خاصة المختصين في القانون السوري وما إلى ذلك. وعليه نحن نرى بأن ليس ثمة لا سرعة ولا تسرع مثل ما أقصد. الحق أمور عادية. الأمور مضبوطة نعم في المسار التشريعي لسن أي قانون. فقط نقول بأن هذا النصين اكتسب ميزة خاصة هذه المرة وهي أن يعني مرة أخرى أؤكد على أن الأساتذة المختصين في القانون السوري أضفوا عليهما لمسة خاصة وبالتالي يستحقان لا تعديلات ولا نعم رغم أن سامحني فقط رغم أن السوري يقول بالحرف الواحد أن البرلمان السيادة الكاملة في إعداد القوانين والتصويت عليها لكن هذا لا يمس أبدا من أن النصوص لما تكون مكتملة فتتم المصادقة عليه بسرعة وتمر جيد هذه الإجراءات القانونية. السؤال أكبر الآن هل هذه السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإشراف على الانتخابات هل حقيقة لا تخضع لأي طرف بنظر لهذه القوانين اللي شفناها الموضوعة هل ستمارس يعني مهامها بكل حيادية وشفافية وبكل مسؤولية ولا يوجد طرف أو سلطة ستتدخل في عملها؟ نعم دعني أقول في البداية أن هيئة الحوار والوساطة يعني إذا كان ولابد أن نثني على عملها وأن نحييها من هذا المكان أنها فعلا قدمت نصين قانونيين يجعلان من السلطة العليا للانتخابات فعلا سلطة بقرارات مستقلة سلطة
بمالية بذمة مالية مستقلة، سلطة مستقلة إداريا، مستقلة ماليا، مستقلة في قراراتها كما قلت، وقراراتها لا تقبل في بعض الأحيان إلا الطعن أمام مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية في المسائل المتعلقة بالانتخابات. ولذلك نحن مطمئنون تمام الاطمئنان بأن الانتخابات التي ستجرى مستقبلا، سواء الانتخابات الرئاسية أو غيرها من الانتخابات التي ستكون مستقبلا، ستكون في ظل الشفافية التامة. لن تتدخل أي سلطة أخرى. قلنا بأن الإدارة الآن سواء على المستوى المحلي أو المستوى المركزي محيدة، الإدارة محيدة، وتتمثل هذه الإدارة خصوصا في الوزارة الداخلية مثلا، في الولايات، في رؤساء البلديات، في رؤساء الدوائر، وحتى في بالنسبة لوزارة العدل مستبعدة كذلك من العملية الانتخابية، أيضا بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية عبر الممثليات الدبلوماسية والقنصلية كذلك مستبعدة. فإذن لم تبقى أي جهة سيكون لها تأثير أو سيكون لها تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في العملية الانتخابية. ستقوم هذه السلطة بتتبع المسار الانتخابي وملاحظته ومراقبته والإشراف عليه من بداية العملية الانتخابية، وهي استدعاء الهيئة الناخبة، جيد، مراجعة القوائم الانتخابية، تعيين في المراكز والمكاتب ومكاتب الانتخابية ومكاتب التصويت، وفي اللجان الإدارية الانتخابية سواء على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الخارجي، ثم حتى إعلان النتائج بصفة مؤقتة. ولو جيد، نواصل في ذات الاتجاه فقط. عيسى بن عجون، السؤال الأكبر دائما، هل هذه السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات لا تخضع حقيقة لأي طرف بالنظر لهذه القوانين التي كشفت عن ظروف تشكيل هذه السلطة؟ أنا قلت لك أني تبعت مباشرة عرض السيد وزير العدل الحافظ ختام السيد بالقاسم زغماتي، وأنا شخصيا كأكاديمي سألت في يعني عائلة القضاء، يعني مع القضاة ومع يعني الناس هليم وقريم في القضاء، معروف السيد زغماتي بالتحكم في الإجراءات، يعني صراحة الصباح هو يقرأ في كل المواد، يعني ملخص للمواد اللي جاءت في نص السلطة الوطنية لتنظيم انتخابات أو القانون العضوي لتنظيم انتخابات، يعني مدققة، ينتقل من مادة إلى مادة في شكل دقيق، وأكيد أنه راقب كثير في الإجراءات، معناتها كل مواد جاءت دقيقة وجاءت يعني متماثلة وجاءت يعني في شكل يعني متوازي، ما فيش يعني في إطار تراتبي، ليست هناك تناقضات. القانونين في اثنين، يعني سواء اللي عنده علاقة بالتنظيم الانتخابات، وأنت تكلم فيما يخص، نعطي حيز كبير إذا يعني كما طلبت فيما يخص السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، يعني القانون والنص التشريعي دقيق جدا. أنا شخصيا كنت طلعت على لهيئة الوساطة ولهيئة الهيئة الوطنية المستقلة في تونس، طلعت عليها، وأنا كنت العام الماضي، ليس العام الماضي وإن في مارس الماضي، حضرت في يعني عبارة عن ملتقى علمي في جامعة في تونس، كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية في تونس، وأتكلموا على الأمور، يعني تقريب فيه دقة كبيرة بالنسبة للنص الجزائري، كما أنه يعني لاحظت بالمقارنة كذلك النص التونسي. طبعا أنا كنت طلعت على بعض المبادرات في إطار المجتمع المدني وفي شكل نصوص قانونية التي اقترحت وقدمت لهيئة الحوار والتشاور، طلعت على البعض فيها وموادها، يعني كانت مواد دقيقة. ما أنت حاب يقول يعني كما قال الزميل والأستاذ موسى بودان، لجنة الحوار والتشاور خضعت من كل المبادرات الوطنية والحقوقيين، سواء الحقوقيين الموجودين على مستوى لجنة الحوار والتشاور أو الحقوقيين وخبراء القانون الدستيري الموجود على مستوى المجتمع المدني، فخضعوا من كل هذه النقاط، وحتى من الجانب سواء تشريع القانون حتى من الجانب السياسي وتحضير الظروف السياسية في ذلك. فنقدر نقول لك أنه لجنة التشاور والحوار في نص على حضراته ولرئاسة الدولة ولمره من مجلس الوزراء كان دقيق. نقدر نقول لك أنه في سيادة كاملة ولا لمؤسسة، وليست هناك لمؤسسة سواء وزارة الداخلية أو مؤسسات الإدارة الوطنية العمومية أن تتدخل في مهامها، ليست لها علاقة أي علاقة، بالعكس اللجنة هي مستقلة استقلالية تامة سواء المالية أو تنظيمية. ونقدر نقول إذا كان المجتمع المدني يعني رافقها وقدم لها يد المساعدة ويعني مشى يعني مباشرة أيام يعني في إطار التحضير ومن بداية من مراجعة القوائم إلى آخره إلى غاية إعلان يعني المسك أو الإيداع لدى اللجنة،
من ملفات المترشحين نقدر نقول لك انه النتائج تكون باهرة في إطار الديمقراطية والشفافية. تحدث هنا عن مرافقة المجتمع المدني، تتحدث عن مرافقة الشعب الجزائري لعمل هذه السلطة، تحدث عن جزئية مهمة هي عنصر الثقة. لما نسمع يعني وزير العدل صباحة اليوم تحدث عن الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات لمعترضي قرارات هذه هي السلطة المستقلة للانتخابات، ما الذي يعني ذلك؟ هل هذا يعزز نظرة المواطن على أنه هذه سلطة حقيقة مستقلة ستنظم انتخابات نزيهة وحرة؟ نعم بالضبط، ممكن تكون لأول مرة في تاريخ الجزائر هذه الصورة؟ نعم فعلا، إجراء من هذا النوع وهو إجراء ردعي، وإن كنت في الحق كنت أتوقع أن تكون العقوبة أشد أكثر من 6 أشهر إلى 3 سنوات لمعترضي قرارات السلطة المستقلة. يعطي انطباع للجميع بأن هذه السلطة فعلا مستقلة وقراراتها ملزمة ونافذة ولا تقبل الطعن كما قلت لك إلا أمام مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية على المستوى المحلي. فإذا هذا يزيد من الضمانات القانونية الواردة سواء في القانون المنشئ لهذه السلطة أو في القانون المعدل للقانون 16-10 الناظم للانتخابات. فتلاحظ أن الضمانات الآن السياسية والقانونية موجودة والحمد لله، يجب أن نثق. وإن كان استرجاع الثقة، وإن كان مسألة استرجاع الثقة ليست بالأمر الهين، إنما كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفاؤلوا خير تجدوه، فلنتفاعل خير وسنجد الخير إن شاء الله. طبعا كل الإخوان خاصة في ما يسمى بالمعارضة، التيار الآخر، المعارض اللي ما وش حاب لا يمشي الانتخابات، اللي حاب يدخلنا في المراحل الانتقالية والمجالس التأسيسية والمجالس الانتقالية وما إلى ذلك، هذا لن يرضيه، لن ترضيه لا هذه الضمانات ولا غيرها. هم في الحقيقة قال لا نمشي في هذه الانتخابات، وكما يعني جرت العادة أنهم يتصورون بأن الانتخابات كغيرها من الانتخابات السابقة جيد ستكون كذا وكذا وكذا. لكن إذا يؤمنون هؤلاء إخوان، إذا كانوا يعني فعلا يؤمنون بالديمقراطية وبقواعدها حتى البسيطة، ويطالبون كذلك بتفعيل المواد 7 و8 وحتى 12، هذه المواد لا يمكن أن تفعل إلا من خلال التوجه إلى الانتخابات، ومن خلال أن يعبر الشعب عن أصواته بطريقة حرة ونزيهة من خلال الصناديق الاقتراع. دعنا نأخذ تطبيق آخر إذا سمحت، ليس ثمة أي تطبيق آخر أو تجسيد مغاير أو مختلف عن التجسيد الانتخابي لهذه المواد. تطبيق المواد 7 و7 حتى 12 لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع، ومن خلال الشعب أنه يروح يمارس سياسته بهذه الطريقة. ينضم إلينا كذلك المستشار القانوني لتلفزيون النهار الأستاذ عبد الحفيظ كورتل. مساء الخير، مرحبا. مساء النور وتحية طيبة لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. أستاذ عبد الحفيظ كورتل، سلطة وطنية مستقلة لا تخضع لتنظيم انتخابات، لا تخضع لأي طرف كان ولا لأي سلطة كانت، والحبس لمن يعترض قرارات هذه السلطة، الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، هل هذا يعطي جرعة ثقة للناخب الجزائري للتوجه للصناديق وللحكم على هذه الانتخابات من الآن على أنها ستكون انتخابات حرة ونزيهة، أم أنه يحتاج لأمور أخرى؟ نعم أنا أوافق الرأي، ولكن علينا أن نستفيد من هذا الحراك كي نصبح في دولة القانون، بمعنى أن الدولة لابد أن تسترجع هيبتها بعد أن ضاعت منذ سنوات. على الكل أن يدرك بأنه تحت طائلة القانون الآن، من يقول العكس فليتقدم، يعني الذي يريد دولة الفوضى فليتقدم، إذا ذكرنا ببنود القانون فهذا ليس عيب، إذا قلنا بأن من يخالف القانون يتعرض للعقوبات، أنا لا أقول 6 أشهر أو 3 سنوات أو 20 سنة، ولكن كل من يخالف القانون عليه أن يكون مستعد للحصول على العقوبة المقررة. ولكن التذكير بالقانون لا يعتبر تهديدا في حد ذاته، ولكن أنا أتحدث من منطلق أني مواطن جزائري أعبر عن رأيي وأحترم رأي غيري. يعني هناك ربما فئة أنا أعتبرها فئة قليلة جدا وذات مصالح ضيقة، وهي فئة معروفة في تاريخ الجزائر عبر سنوات كثيرة جدا، خاصة في سنوات العشرية السوداء،
هذه الفئة التي لا تؤمن بالانتخابات وتؤمن بالمراحل الانتقالية وتؤمن أيضا بالتعيينات وتؤمن بفترة انتقالية طويلة، لأنهم يدركون بأن لا وجود لهم عند عامة الشعب، وهذا رأيي الشخصي أعبر به فيه عن قناعاتي طبعا. يعني الآن في كل مرة استحضر أنت تتحدث هنا عن تتحدث هنا عن أحزاب أم عن أشخاص؟ وهذا الأمر ما قالوش أستاذ الحافظ كورتن الناخب ولا بد من إعداد، هل يسمعني؟ ولكن مباشرة المرئي الانتخابات الآن العرض المشروع أستاذ كورتل استحداث السلطة وتعديل قانون الانتخابات، أولا خلينا نعطيك رأيي بأنه عبارة السلطة لابد أن تغير، وهذا أمر مهم جدا، لأن في الجزائر في دستور الجزائر لا وجود للسلطة رابعة، هناك فقط السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. إذن من الأحسن تغيير تسمية هذه السلطة إلى هيئة وإلى أي مصطلح آخر، كي لا نقع أيضا في مشكلة دستورية وسيتبعها جدل كبير جدا، نعطيها اسم آخر. لأول مرة قلنا في تاريخ الجزائر سيتم استحداث هذه الهيئة وفصلها عن الإدارة، الإدارة التي تعتبر أكبر عائق للتنمية في الجزائر وأكبر عائق للوصول إلى انتخابات نزيهة، وهذا ما اجتمع عليه الكل وهو جيد. ما صرح به وزير العدل. ابقى معنا أستاذ كورتل، ابقى معنا في تعقيب فقط الأستاذ موسى بودهان، تفضل. طبعا رأي الأستاذ كورتل رأي محترم وأؤيده في الجزء الأول متعلق بأن إخواننا اللي راهم ينادوا بالمراحل الانتقالية والمجالس التأسيسية والمجالس الانتقالية وما إلى ذلك هم أقلية، ولكن رغم ذلك نحن نحترم هؤلاء الإخوان في المعارضة وبالتحديد في ما يسمى بأحزاب البديل الديمقراطي نحترمهم، ولابد أيضا أنهم يحترموا كذلك، هم من جهتهم يجب أن نحترموا الأغلبية. الديمقراطية تقتضي أن الأغلبية تحكم والأقلية لا أقول تخضع وإنما تنصت وتتبع وتمشي وكذا بدون تحتج، نعم دير احتجاج دير تعبر عن مواقفها إلى آخره، ولكن أنها تفرض رأيها على الأغلبية فهذا غير موجود. أما فيما يتعلق بأن السلطة غير مؤسسة من ناحية دستورية، أقول أن المادة 141 فقرة 2 وكذلك المادة 193 هاتين المادتين تتحدثان بصريح العبارة عن السلطات، فإذا لا أرى ثمة أي تناقض مع الدستور، بالعكس بالعكس أن هذه السلطة سميناها سلطة حتى تمتع بكافة الصلاحيات الممنوحة عادة للسلطات، تكونها امتيازات ما يسمى بامتيازات السلطة العامة، أن قراراتها ملزمة، أنها تستطيع حتى استخدام ما يسمى باستخدام القوى العمومية خلال التسخيرات. فإذا المواد الدستورية 141 193 وحتى 194 في الحقيقة صريحة وواضحة، ولو أن مادة 194 تحدثت عن سلطة الرقابة في تونس اسمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. في هذه القضية ربما يعني الهيئة التشاور والحوار بما في ذلك رئيس الدولة بما في ذلك مجلس الوزراء، لأن يعني القضية هذه اجتمع عليها مجلس الوزراء واقتنع بمصطلح السلطة. أنا أظن أنه يعني القائمين هذا عن الفئات سواء هيئه الحوار التشاور او الحكومه او رئاسه الدوله ربما اعطتها تسميه السلطه الوطنيه بدل الهيئه، لا بدل هي حتى لا تقع في تناقض، لانه في الدستور المعدل 2016 يتكلم في الماده 194 على الهيئه الوطنيه لمراقبه الانتخابات ويتكلم على عدد صحيح. العدد الذي تتشكل منه الهيئه هو 410 عضو، اذا حتى يعني في إطار هذا أنه ما يكونش هناك تناقض ما يعني ما يسقطوش في التناقض مع المادة 194 ذهبوا إلى اقتراح مصطلح آخر الوطنية، واللي العدد نتاع تكلم عليه السي زغماطي وزير العدل في الصباح تكلم عليه أنه في 50 عضو وليس 410، إذن حتى ما يكونش هناك تناقض. أستاذ كورتل. نعم عندي فقط إضافة بخصوص ما ذكره وزير العدل، يعني خلينا نكون صراحة الذي يعبر عن رأيه بخصوص الانتخابات سواء مع أو ضد فهذا يدخل في نطاق التعبير عن الرأي وحرية الرأي طبعا، ولكن الذي يعمل على تعطيل الانتخابات ويدعو أو يحرض للعمل ضدها أو الذي يقوم بارتكاب جرائم يعاقب عليها قانون الانتخابات سواء قبل أو أثناء أو بعد الاختراع فهنا سيكون تحت طائلة قانون العقوبات، ولكن هذا ليس تهديد، هذا تذكير فقط بالقانون، وأنا لست مشرع كي أذكر ما يجب أن يقوم به المواطن كمواطن
ملتزم بنصوص القانون. يعني قلت بأنه رفضك للانتخابات هذا رأيك الشخصي، ترحيبك بالانتخاب وهذا رأيك الشخصي، هنا الأمر عادي، ولكن يتحول الأمر إلى شكل في شكل جريمة. يعني لو أنت تعديت حدود القانون، وهذا ليس تهديد طبعا، بخصوص العمل على عرقلة عمل هيئات الدولة، أو العمل على عرقلة العملية الانتخابية، أو العمل على كل فعل يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، أو يعاقب عليها قانون أو نظام جيد. أستاذ عبد الحفيظ كورتل، يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء، هكذا كما جاء في القانون المحدد يعني لمهام هذه السلطة، ما رأيك في ذلك؟ كما يجري كذلك اختيار أعضاء مجلس السلطة بناء على مشاورات تفضي باختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب المجلس. لأول مرة في تاريخ الجزائر، يعني خلينا من المزايدات وخلينا من التلاعب ربما بالتعابير وربما التحرير عبر مراكز التواصل الاجتماعي. يا سيدي نحن نثمن، نحن نحترم، نحن نقول بأنه شيء جميل جدا أنه تغيرت طريقة. أنت تعرف في السنوات الماضية كيف كان يعين أعضاء هذه اللجان أو هذه الهيئة، يعني الهيئة صحيح بطرق كانت بالتعيين هاتف أو ربما بطرق محسوبية أو طرق أخرى. عندما تسمع بأن هناك انتخاب، أو عندما تسمع بأن هناك إجراءات جديدة من شأنها أن تعطي لهذه الهيئة أو مصداقية أكثر، على الأقل تعطيها صبغة محترمة بعض الشيء، يعني حتى لو كان حيكون فيها بعض التعيينات، ولكن هذا الأمر لن يضر. يعني أنا لا أتحدث عن أنه الهيئة ستكون منتخبة أو حتى إذا كان فيها بعض التعيينات، ولكن شيء جديد في الجزائر. يعني صدقني أنا سعيد جدا أنه راح تكون سلطة بعيد عن الإدارة، يعني هذا في حد ذاته إنجاز كبير كبير جيد. كبير جدا. أشكرك. يحسب لرجال هذه المرحلة. الآن إذا تحدث عن، أنا لا أعرف التفاصيل بالضبط، ولكن مجرد أنه يكون انتخاب لها أعضاء هذه السلطة راح يعطيها منطقية أكثر، راح يعطيها ربما قوة أكثر. أنت لما تكون منتخب لا تحتاج لأي شخص لأنه قام بتعيينك، أنت منتخب تعمل وفق ضميرك وتعمل وفق مصلحة الجزائر فقط. يعني ما خلوش الوضع أسود في كل. أشكرك أستاذ عبد الحفيظ. فيه أمور ما نقبلوهاش، ولكن خلينا نفعل بعض الشيء وتكون هذه هي البداية لجزائر جديدة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحفيظ كورت على هذه المداخلة الهاتفية. أستاذ عيسى بن عقون، فيما يخص هذه النقطة بالضبط، الحديث عن اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة. أنا في الحقيقة عندي يومين وثلاثة تلقيت بمواطن قال لي راني في بعض المرات نشوفك على البلاطوهات، قال لي ماذا بيا تتبلغ رسالة للمواطنين والشعب الجزائري. قلت له هو، قال لي ماذا بيا كل مواطن يكون مواطن يعني يرغب في بناء الدولة، دولة الجزائر، ويحافظ عليها ويحافظ على مصلحته. هذا هو يعني المواطن البسيط. وفي نفس الوقت هذا القضية نمشي إلى مباشرة تسكيك، يعني فيما كل ما تقدم بها السلطة الوطنية والإدارة للدولة أو مثلا السلطة التنفيذية، بما في ذلك حتى بعض المؤسسات الإعلامية. وأنا اليوم مثلا في الصباح اليوم عندنا مثلا جريدة ناطقة أو تصدر باللغة العربية في البفل، وهي يعني عندها صيت كبير، تصدر عنوان مشكك، تقول أن السلطة تحاول إرضاء الحراك. معناتها هي هذا العنوان، معناتها وش يدير؟ يدير شك في نفوس الناس، عوض أنه يكون عنوان إعلامي أكاديمي غير متحيز. مثلا السلطة تستجيب للحراك، لأنه الحراك ماذا ينادي؟ كان ينادي بالقضاء على العصابة، القضاء على الفساد، القضاء على المحسوبية، القضاء على التعيين، والقضاء كذلك على التزوير في الانتخابات، والقضاء في تزوير الرؤساء وتزوير النواب وتزوير البلديات إلى آخره. الآن نحن الآن أمام نصوص ويعني مرحلة دقيقة جدا، وفيه نزاهة مضمونة من حيث التشريع. سابقا التشريعات، النصوص التشريعية السابقة يعني في عهد التعددية أو ما قبلها، كانت كلها تعطي الصلاحيات للإدارة. الإدارة هي اللي تعين، هي تدير حتى يعني المكاتب حتى اللي في الإدارة اللي تشرف على العملية الانتخابية في اليوم، يعني في المدارس الابتدائية، أنت في مراكز الاقتراع. الآن هذا النص القانوني الآن يلغي ويمنع حتى على الإدارة المتمثلة في البلديات من تعيين حتى المكاتب اللي تكون يوم الاقتراع مسؤولة على يعني تنظيم عملية الاقتراع وإعطاء ومنح القوائم للمواطنين للاقتراع. معناتها الآن الإدارة معناتها حتى
ما عندها دور بما فيها ذلك البلدية. فقلت أنه حتى الآن مؤسسات إعلامية لابد تحط نصب عينها أمام عينيها مصلحة البلاد، ما تكونش أنه هي عندها نخبة معينة أو تيارات سياسية تدعم فيها فتقوم دائما تقوم بالتشكيك. فهنا ربما نضم صوتي إلى الأستاذ كورتل اللي قال لك لازم تكون الدولة موجودة والدولة ضامنة للعملية الديمقراطية. جيد. نعتبر العملية الديمقراطية الدولة لازم تكون ضامنة حتى ضد معلش دورنا كإعلام نحاول إطار نعم. نحن دورنا كإعلام نحاول إطارة النقاش للوصول إلى جوهر الحقيقة، هل هناك ستكون نزاهة في هذه العملية الانتخابية؟ النزاهة مضمونة كما قال أستاذ عيسى بن عقون، نزاهة مضمونة من حيث التشريع، لكن الآن نتحدث عن الميدان، عن الحقيقة. البعض من المواطنين الجزائريين حقهم أنهم يشككوا في العملية الانتخابية، يقول لك يعني التزوير كان من عند الإدارة ممكن أنه ينتقل للسلطة، مازال شوي تخوف. نعم فعلا مثل ما أشار الأستاذ عيسى قون، هذه هي سمة الكثير من الجزائريين الآن، التشكيك والتخوين والرفض، لأنك عودت على التزوير بشكل صعب أنك لكن أنا تزرع فيه الثقة. إذا اسمعي أنا قلت بلي إحنا قدوتنا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفائلوا خير تجون، لابد أن نتفائل ونتفائل انطلاقا من معطيات موضوعية لا غبر عليها. اتفقنا على أنه في النزاهة مضمونة ناحية التشريع ناحية القوانين، لكن في الميدان الآن لما تنصب هذه السلطة ونتعرفوا على هذه الأشخاص. نعم قبل ذلك صحيح أن التشكيك الآن متأتي أصلا من بقايا ناس زرعتهم السلطة في مفاصل الدولة الجزائرية مع الأسف. الحكومة مثلا، ونحن نحترم كل الناس يعني هذه الحكومة وغيرها، فلا بد أن تذهب، وهذا عامل يسرع من عمل استرجاع الثقة. هذه اعتقد انه من اجراءات التهدئه ان تذهب هذه الامور، ولو لا دخل لها في العمليه الانتخابيه، ولو نعم كنا ننادي بضروره رحيلها يعني قبل والان، حتى وان السلطه مستقله ولا دخل لاي كان فيها، ولكن بما ان الحراك او الشعب الجزائري الان الشعب برمته الان يطالب بذهاب هذه الحكومه، فلتذهب وتدخل في إطار عملية استرجاع ثقة، وشيئا فشيئا إن شاء الله لما شعبنا سيطلع من خلال الحملات التحسيسية والإعلامية تاع رجالات الفكر والثقافة والقانون والسياسة وما إلى ذلك عبر البلاتوات مثل ما هو الشأن بالنسبة لكم في قناة النهار وفي قنوات أخرى، أكيد الناس راح يتمأنوا باللي ما يسمى بالضمانات القانونية والسياسية موجودة، والبقايا الاستنزاف ما يسمى بالثقة وكذا بدأت تنتزع شيئا فشيئا. أنا ذاك أعتقد الأمر، وسيستكمل المسار هنا طبعا بتنصيب هذه السلطة اللي كنا نتحدث عليها وبالذهاب سريعا إلى الانتخابات، مع أيضا مع توفير الأجواء المناسبة للقيام بالحملة الحملات الانتخابيه في الوقت القانوني. تفضل استاذ يعني فيما يخص الحكومه مجهله بالحكومه بعد يعني في الشطر الثاني من الكلام تاعي انه كلام حكمه شعبيه، هذا الكلام يعني المواطن العام يعني كل المواطنين والشعب الجزائري نقول له حفوا، هناك حكمه شعبيه تقول اللي سرق مره يسرق دائما مرتين ودائما، واللي زور مره يبقى زور دائما، واللي يفسد مره يفسد دائما، ولكن تقريبا هذو السرق والفاسدين والمزور هذا راح اثنين. أن الآن نعتبر أنه نعطيك مثلا، إحنا الآن يعني مرات لما ندخلوا حتى المسجد نصلوا خافوا حتى على الأحذية تاعنا لأنه يسرقوهم، ولكن التكنولوجيا والنصوص الشرعية الآن موجودة لها باش ما تروحش الفكرة في الإطار اللي كنت تكلم عليه. إحنا عندنا أيضا مثال شعبي في مدننا الشرقية والغربية وفي كل كل اللي قرصوا الثعبان حنش يخاف من الحبيلة أو من الطرفة. يعني صحيح فاهم، يقول لك لما استشرى يعني استشرت السرقة يعني في المجتمع الجزائري في كل يعني المؤسسات في كل يعني المناحي الحياة، أنه حتى الإنسان في المسجد لما يروح يبقى يعس يعني الحذاء تاعه لأنه الحذاء تاعه معرض للسرقة. ولكن أنا نقارن الآن أنه الكاميرات الموضوعة الآن في المساجد وموضوعة الأسواق وفي المساحات التجارية الكبرى ألغت السرقة ومنعت السرقة، وأصبح المواطن يسير في كل أمان. شخصيا في السابق أنا مرات لما ندخل المسجد صراحة دائما عندي يعني ساك يعني معناتها
شيء يعني نخبي فيه الحذاء، ولكن الآن أصبحت الكاميرا في المسجد فأصبحت لا أخاف على الحذاء. هذا تثقب ذلك على هذه السلطة، على السلطة الوطنية لتنظيم انتخابات. الآن السلطة موجودة والتشريع موجود، وأننا نعرف أنه دائما اللي يتجاوز القانون يخاف من العقوبة. لكن تحدي الآن معرفة الشخصيات التي ستشكل هذه السلطة، ونحن نتحدث عن انتخابات. أكيد شوف أكيد ستكون هناك من يعينون بالانتخابات، وهناك من يوضعون بالتعيين. سوف تكون لا الآن في انتخاب، لأنه من الناس يعني الحراك، وسواء عندنا لأنه حتى الناس المعارضين للذهاب انتخابات كانوا دائما يطالبوا بتوفير الظروف، ويقولوا أنه الظروف مش موفرة، ويقولوا أنه يعني النصوص غير متوفرة، وحتى العقوبات الجزائية غير متوفرة. الآن النص القانوني فيه عقوبات جزائية، وتصور 6 شهور حتى 3 سنين، يعني القاضي ما راح يدرس يعني خطورة التعدي على القوانين وخطورة الجريمة. يعني من 6 شهور يقدر الواحد أنه مجرد كلمة واحدة يشتم أو يسب أو يعرض يعني في الطابور فيأخذ 6 شهور كعقوبة، ولكن لما يقوم بالتزوير في القوائم والمحاضر معناتها في عدو في معناتها 3 سنوات سجن. ليس يعني بالسهل في لما يقوم أحد الموظفين البسطاء ويأخذ 3 سنوات، هذا شيء صعب. إذن أنا شخصيا أوجه كلامي لكل يعني حتى في خندق المعارضة في جناح المعارضة أو في الحراك، قلوا إذا كان عندكم أشخاص يعني عندكم شخصيات سياسية وقادرة أنه تجابه وتدخل مع ترك الرئاسيات فادخلوا بها. إذا كان الآن الأغلبية يقول لك الحراك راها يعني مجتمع والأغلبية الحراك ترفض الذهاب إلى الرئاسيات، فليكن للحراك مترشح. معلش أنت تتحدث بهذه الطريقة على أنه فيه ضمانات، فيه نصوص تشريعية وفيه ضمانات. مثلا كيف نفسر مقاطعة البعض من الأحزاب المعارضة المعروفة أشغال اليوم يعني في البرلمان؟ فيه مثلا حمص، مثلا الأرسيدي، الأفافاس، هذو قاطعوا في الحق. ليس هذا المقاطعة لم تكن ولن تكون أمرا جديدا في العمل البرلماني، معروف هذا الشيء. هذا ومن حقهم يقاطعوا ولا يحضروا ولا هذا. لكن أنتم الأساتذة كنتوا تحدثوا على هذا المشروع القانوني استجاب لمطالبهم السابقة، لماذا يقاطعون؟ لا لا لا، أقول إرضاء الناس كلهم غاية لا تدرك. أكيد ربما هم عندهم قناعات، عندهم توجهات سياسية، عندهم أفكار مخالفة وكذا، وهذا من حقهم. لا ينبغي أن نضع كل الناس في 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 سلة واحدة. زيادة السيد سيد بودهان زيادة أنه هم عندهم حقوق يعني ديمقراطية ونيابية للمعارضة. طبعاً. ولكن من ناحية السياسة أنت الآن يعني ربما تضرت شرحها من ناحية قانونية. أنا شعر على السياسية، أنا أقول لك إنه الحزب تناور للحفاظ على قناعات مناضليها، لأنه هل الحزب يعني وجوده دائماً مرتبط بالمعارضة، مرتبط بالمعارضة، وأغلبها يعني خصوص ما تكلمش على مثلاً حركة حمص اللي هي نقول حزب إسلامي، ولكن نتكلم على الحزاب الأخرى مثل الأرسيد والأفافاس، حساب عقيدتهم يعني عقيدة يعني في جانب من جوانب علمانية يسارية، واليساريين معروفين أنه دائما قائمين على أساس المعارضة. الآن أنا حتى ونتحدى الحزاب لو كان نعطيهم السلطة ما يديوهاش، لأنه كانوا على السلطة هيفشلوا، يفشلوا في الجانب السياسي، يفشلوا في الجانب الاقتصادي، وما يتحملوش المسؤولية. إذن هما دائما يتخبوا أمام المعارضة، فإن العقيدة السياسية أنت مبنية على المعارضة. يعني يقول لك حتى لو كان الآن السلطة التنفيذية والشعب يعطي لهم السلطة، كن متأكد أنه ما يأخذوهاش، لأنه إذا ما أخذوهاش ما يكونش عندهم إمكانية المعارضة. ما يقدرش أن واحد يأخذ السلطة ويعاد نفسه لأنه مقيمين أساس المعارضة. هذا ليس انتقاد، وإنما يرجع إلى يعني بعض النظريات السياسية، بعض العقيدة السياسية اللي نشأت الأحزاب، وخصوصا الأحزاب اليسارية. ربما الحزاب العلمانية شكل يعني فيه ربما مناورة مغاورة، ولكن في بالنسبة للحزاب اليسارية دائما قائمة على أساس النقدي والمعارض. جيد، في الدقائق الأخيرة التي لدينا دقيقتين فقط. صحيح، لقد أشار الأستاذ الفاضل إلى أن الأساس الدستوري أو القانون للأعمال اللي تقوم بها المعارضة داخل البرلمان، أنا نظن المادة 114 من الدستور تضمن لهم أنهم يجروا أنهم يديروا مواقف، أنهم كذا، من حق المعارضة حتى أنها تطعن في دستورية نص قانوني ما إلى آخره. فإذا وتطرح حتى جداول أعمال للعمل البرلمان وإلى آخره، سواء في الغرفة الأولى أو الثانية. إذا المشكل مش هنا في الحقيقة، نحن الآن المشكل في أن هذه المعارضة على أهميتها وكذا أن تحترم رأي الأغلبية، سواء الموجودة في البرلمان أو خارج البرلمان. يعني الشعب بصفة عامة قال الشعب ماشي في اتجاه معين،
ما لازمش نعرقلوه او نحبسوه او نمنعوه. احنا رايحين للانتخابات، هما من حقهم يحتجوا ويعترضوا ويديروا شي حبوا، الله يسهل عليهم. كلمه فقط نتمنى، اذا فقط اذا نتمنى من اخواننا التفاهم، وطبعا وعدم الانسياق وراء بعض التوجهات اللي تاتي من هنا او هناك. وخلينا نكون صريح معاك، فرنسا العدو القديم الجديد الابدي ما يتركناش على خير، ولذلك هو الان في سباق ضد الزمن باش يفرض بعض الافكار، وقد اشار الى ذلك السيد رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، وان شاء الله تفشل كل مناوراتهم وكل محاولاتهم وتروح للجحيم. نتمنى الخير، كل الخير لبلدنا، ونمشي الانتخابات ان شاء الله باطمئنان وبهدوء برزانة والى اخره. استاذ عيسى، المرحله عند الانتخابات يعني الان احنا مقبلين عليها في ظرف يعني 3 أشهر، يعني معناتها في ممكن في بدايه ديسمبر يعني تكون انتخابات رئاسيه. انا نمثلها بالتعدديه وال اللي جات يعني والديمقراطيه وحريه الراي اللي جات بعد دستور سنه 89. انا نقول عن نفسي اننا الان انا ادعو كل سواء اللي في السلطه سواء يعني الان اللي عندهم الاغلبيه او ينظرون نفسهم انهم في باب الاغلبيه، حتى الاقليه من حقها، ولكن مليح انه نمشي كلنا لبناء دوله القانون. حاب يقول لكل المواطن الجزائري حريه الاختيار، عندنا الف او باء اكس او جراك، معنا حاب يقول خلينا على الاقل 5 سنوات اللي نمر فيها بناء الديمقراطيه، وفي ال5 سنوات اللي تخلف هذه معناتها غنكون مشينا في اطار الاقلاع الاقتصادي والسياسي وكنا مشينا بعيد. وانا متاكد هذه التجربه مع هذا السن القوانين الجديده اللي يعطي كل الاختيارات وحريه يعني حريه الراي للمواطن في اختيار رئيسه، انا متاكد لو كان نمضي وهذه العهده الاولى 5 سنوات الرئيس القادم، 5 سنوات الجايه راح نكونوا يعني مشينا في مساف الدول المتقدمه أشكرك والمتطوره. اشكرك جزيل الشكر استاذ عيسى بن عقون، استاذ العلوم السياسيه بجامعه الجزائر، وشكر موصول للاستاذ موسى بودهان استاذ القانون الدستوري كذلك. نطوي مشاهدينا هذا الملف.